يا ليفة اللي صنعتك مش نظيفة. بسم الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله. تحية طيبة لكل اللي بيتابعنا من داخل مصر وخارج مصر، وكل سنة وانتم طيبين ومناسبة شهر رمضان الكريم، وكل عام وانتم بخير. دلوقتي موجودين في مزرعة التاجر الفصيح الصادق والفصيح الصغير والحاج عرب وابو عيسى. بسم الله ما شاء الله. اما حاجة يا جماعة، اللي يشوف المال الطاب ده يصلي على النبي يقول بسم الله ما شاء الله. ازيك يا معلم حماد؟ عامل ايه؟ خد موجود النهاردة ان شاء الله. موجود شوية عجول عشر خامات من اعلى عجول. خامات تعش؟ في عجول ذكورة؟ اه باجر للعيد. في بار انيه برضو؟ بار انيه للعيد برضو. كل حاجه اللي انت عايز صح طعمها. نبدا كده بالصلاه على النبي. رقم تليفونك؟ 0100 65 65 91 789 010 02 8 0 8 6 8 6 8 6 8 6. العنوان شلشلمون مركز مين القمح محافظه الشرقيه يا جماعه. واحد اللي وصل على النبي العنوان. قول يلا. شلشلمون مركز ميناء القمح محافظة الشرقية. كل اللي يشوف المال الطيب ده يصلي على النبي. بسم الله ما شاء الله. اقعد يا لعبة، اللي سمعتك مش نضيفة. دي عشرة خمسة نضاف. أعلى ما. اللهم صل على النبي، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله. اللهم زيد بعد كده تاني. ربنا يزيد ويبارك، ربنا يزيد ويبارك. كل اللي شاف المال الطيب ده يا جماعه صل على النبي. خمسه نضاف من مال ما يعلاش عليه. مال اسحب يا احمد كده والناس. خش يا فصيح امسك الواد ده. لا لا لا، هو ماشي. ابو عيسى يلا بندوزر. ابو انت عارف بندوزر يلا بندوزر. ارفع الاسم بتاعي ابو عيسى. تعال هنا، تعال هنا كده. ابو احمد اسمه ولا ليه؟ ما انا سمعتك مش نضيفه. أساسا عايز ربنا يحمي من أعلى طرز البهاء. الباء والشرف فيك إيه؟ ببلاش. ببلاش عجل السنة، عجل السنة الجديدة. أعلى أعلى. إيه ده يا أحمد؟ إيه ده يا أحمد؟ إيه ده؟ أحمد ترحم بالشباب الطيبة يا أستاذ. الشباب الطيبة. طيب طيب يلا طيب. دبابات دبابات. كلام فيك إن شاء الله دي. كلام فيك. ببلاش خالص، ببلاش خالص في رمضان. ببلاش والله. عشر طيب يا قول له اقعد يا لفه. تاريخ اليوم 13 مارس 2024 ثالث يوم رمضان، شهر رمضان الكريم. اسطوره. ثالث يوم رمضان. اسحب يابا كده. ثالث يوم رمضان في السنه. ولا حضرتك يا رب عجل رمضان يصلي على الحاجة الجميلة الناس. احمد فرحان بالعجل يا غاب. ان شاء الله كل حاجة موجودة. اسعار من تحت الحزام. من تحت الحزام وتعالى صور كده تدوش. بكام دي ان شاء الله؟ كل مية. كل ربنا سبحانه وتعالى. والله 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 80500. 80500. احنا كنا عارضين الاسبوع اللي فات اقل من كده. ماشي، ما انا كنت عرضتها ب 90 و 95 دقيقة. والله والله عرضتها ب 90000. طبعا عظيم عجل ما تجهزش عليها نار خالص. ربنا يزيده ويبارك. ب 80500. 80500 وكل 100. كل ربنا سبحانه وتعالى. والله العظيم عرضتها ب 90000. خلي هو يشوف في العال. بس انا بمير بالله يعني انت تعرف ان السوق اتغير الاسبوع اللي فات عن النهارده. اتغير الاسعار شدت. الاسعار شدت. بس احنا حد الله منه حياتك يا رب تتعرض ب 90000 عند اي حد. بس احنا الوكيل ربنا اللي خلقه ربنا. 80500. مفيش مال بعد كده يا استاذ العظيم. عامل زي الخيل. مال بعد كده مفيش على رسول الله العظيم. ربنا يزيده ويبارك. انا بقول لك مال بعد كده يا عجل العزيز. الوكيل ربنا ما يقاس عليها مدخل. يا باشا كل حاجة باينة أمام المشاهد. بص يا أستاذ، بص يا أستاذ كده، ده عجلة عجلة رمضان، عجلة السنة الجديدة. والله والله والله. قلت لك كام يا معلم حمادة؟ عشان شهر رمضان المفترج ب 80500 وحياتك يا رب تجلت فيها ب 90000. بس عشان خاطر الشهر المفترج. الله يستر. الله يستر. 90000 وانا بعاد ب 88 عشان خاطر رمضان.
صلى على النبي وعلى الصلاة والسلام. صلى على النبي وعلى الصلاة والسلام. دبابات يالا. عشر خمس نضف. الصلاة على النبي. بسم الله ما شاء الله. عشر خمس نضف. ربنا يزيد ويبارك. يا جماعة بالصلاة على النبي. ربنا يزيد ويبارك. عجل بالصلاة على النبي. عجل عضل فلاحة يا صلاة العظيم بقى متنغني. والله العظيم والله العظيم. الشهر المفترج أسعار ببلاش. بلاش من الخلاق. خلاص 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 باتنين قلت لك كم؟ 64 ونص. ب 64 ونص و10 5 نضاف. لا 4 نضاف. 4 نضاف. 4 نضاف عشان تقسم اكثر حاجه. هتسلم 4 نضاف يا ماشي في الخامس يعني. تعالى تعالى. دخلها دخلها. عليفه. اسلم 4 نضاف يا استاذ. هتسلم 4 نضاف. هتسلم 4 نضاف. 4 نضاف. ربنا يزيد ويبارك. على كله لفه اللي سمعتك ما بقتش دي. دخل 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 واد غير. دخل واد غير. مال الطاب ده. كل اللي يشوف المال الطاب ده يصلى على النبي يقول بسم الله ما شاء الله. 10 برضه؟ 3 نضاف. 3 نضاف. 10 3 نضاف. عليه الصلاة والسلام. قول له انا السلالة واحد بس يالا. السلالة ماركة يالا. تعالى هنا السن اهو. العشر الطيب يابو. صلي على النبي اكتر. عجل مع الساسة. عجل مع الساسة. قلت له 10 قد ايه؟ 3 3 نضاف. اه. ماشية في الرابع. 3 نضاف اه. تقعد تحت وتعمل تدوق قبل العباد. اللهم صل على النبي. شعر اللبن على شعر اللبن على ثمن جلد يا استاذ بكم دي ان شاء الله؟ والله ثمن جلد. ها كل ربنا سبحانه وتعالى 58 ألف و100. بص كده بص كده بص كده بص كده بنعرض لك بالسعر القديم بار. والله بنعرض لك بالسعر القديم. والله العظيم بنعرض لك بالسعر. والله العظيم ب 65 ألف في اي حته. بس احنا بنرضى الله. والله والله 65 على الغلو اللي حصل ده. بس احنا بنرضى الله. والله ب 58 ونص. عشرة ثلاثة نضاف. عشرة ثلاثة نضاف. كل سنة وحضراتكم طيبين. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. نور النبي صلى على النبي. بسم الله ما شاء الله. شل شلمون مركز ميناء القمح محافظة الشرقية عنوان المزرعة. عشر كم دي بإذن الله؟ 10 5 نضاف. اسحب يا محمد. اسحب يا بس يا محمد. بس 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 اوعى يا معلمين. اوعى يا معلمين. اوعى فصيحه صغيره فص. العجلة دي كانت سايبه؟ لا يا ابو عجل فلاح يا ابو عجل. فلاح. الله اكبر. الله اكبر. ب 95 جاي استاذ. هاي استاذ بالزهر ده فلاح يا استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم.
والقرن والوشه بسم الله ما شاء الله. عشر كم دين؟ خمسة نضاف. خمسة نضاف. الله أكبر. الله أكبر. 10 متر وحياتك رب 10 متر وحياتك رب من الناس على المطار. الله جايب لك عرض النهاردة بتاع رمضان وحياتك رب من رزق اليوم. والله من رزق اليوم. والله من رزق اليوم. كلام فيها كم إن شاء الله؟ وكل مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. 75,000. 75,000. آه. 10 5 نضاف. 5 نضاف. 5 نضاف. أسطورة يا أستاذ عبد العظيم. لا استطيع ان اقول لك 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 ان اقول ربنا يزيد ويبارك. وشه السرال هاي وعجل فلاح والقرن العينه قدامك اهو السدره مش هيقدر دش متحول ولا بتاع. الله اكبر اسطوره. وجيرميه مش جايبه جايبه قد والله قد الجامع عجله فرع. يلا بدخل يا ربنا يزيد ويبارك. دخل يا صل على النبي كده. الله يستر. صل على النبي. هات النبي اللي يشوف المال دي صل على النبي. هات النبي اللي يشوف المال الطيب دي صل على النبي. تعالى يا عز تعالى عرف. 10 كم دي يا معلم؟ 4 نضاف. 10 4 نضاف. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. صلى على النبي. نور النبي. صلى على النبي. اطلع على العجل دي يا رب. اطلع على السلالات دي يا رب. سلالات ابو الحاج. بسم الله ما شاء الله. اقف يا غير. اقف يا غير. اقف. اقف صلى على النبي. بسم الله ما شاء الله. تعال هنا بقى تلف. عايز اوريك الحلقات بس. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. ده قلب الفلاح. فلاح والقرن ونشها يا استاذ. القرن ونشها مش عقل شيخه. اللهم زد وبارك. عقل قدامك عادي. مش عقل شيخه ولا عقل الكلام ده. السنه لبانه لسه. شفت السن استاذ؟ استنى استنى استنى. لا 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 هتبهدلك هتبهدلك هتبهدلك. اصبر يا عمها. رش هنا رش هنا رش هنا لباني لباني. رش بينا هي فتحت السن. اه يا بابا شكلي بس بس العجز. خلاص يا حماد. خلاص يا حماد. خلاص يا حماد. باينه يا عم. خلاص يا حماد هتبهدلنا. لا يا بابا هنتبهدل هنتبهدل بلاش. لا يا بابا دي يا بابا سمع الله سوق وراها. وراح بس العجله دي خايفه. يا بابا وراها. هو يا عربي. هو يا عربي. يا سلام عليك. 4 نضاف. بكم دي ان شاء الله بقى؟ وكل مي كل ربنا سبحانه وتعالى. والله ب 64 ونص. ب 64 و500 جنيه. ب 64 و500 جنيه. ربنا يزيد ويبارك. لا اجمد العجله دي. عنوان المزرعه عشان شلمون مركز من القمح محافظ الشرقيه. ربنا يزيد ويبارك. هو يا عرش. 10 كم دي ان شاء الله؟ 10 4 نضاف. 4 نضاف. عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. فرع والوش 4 نضاف والوش ها وش القرن كده عجل فلاح بكام دي ان شاء الله؟ وكل مية ربنا سبحانه وتعالى 61 ونص ب 61,500 جنيه والوش 4 نضاف 4 نضاف. دخل يا غالي اسحب ودخل. اللهم زيد وبارك. اللهم زيد وبارك. قعود يا رب. قعود يا رب اللي صلى على النبي. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الفلاح يا استاذ عظيم.
اسحب يابا اسحب يابا كده وصلنا لفنا حاجة بقى حاجة لفنا حاجة اسحب يابا اسحب يابا واحد بالله يابا فرق فرق على هين يا حزين مش يا حزين الله هو عاد دي فاضية دي فاضية دي بداية الفاضي دي بداية الفاضي الله اسحب كده عمرها قد ايه عمرها سنة واربعة اشهر الله بتنزل عيل صغيرة تسحبها عيل صغيرة انت يا عربي هنا تعال بس يا عم قلت لي عمرها قد ايه سنة واربعة يعني بتعشر على قد ايه العجلة عجلة مثلا يعني شنو وزن العجلة بس فات الكيح فات الكيح؟ بس شنو وزن واحدة عجلة هاي مبينة واحدة وادي الابزازة هاي سبع الاكفاض بكم دي ان شاء الله؟ ربنا سبحانه وتعالى 44.5 باربعة و 44.5 44.5 امسك يا محمد العجلة يلا كده حمات العجلة اللمات بسم الله ما شاء الله هات العجلة اللمات بالراحة 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 سمع لحظة الجمال النبي كيف خد يلا ربنا يزيد ويبارك ربنا يزيد ويبارك ربنا سبحانه وتعالى رزق الله يربطها شهر واحد العيد دي اللي فيها بذرة واتباعها فاضية والله العظيم شهر واحد شهر واحد بالعظيم قلت بكم؟ ب 44.5 ب 44500 جنيه والله والله من رزق اللي يربط العيد دي شهر واحد بس وانت كده كده دخل عليك مواسم يعني انت كده كده دخل عليك يعني مخلصه نفسها برضه بس انا بقول لك اللي يكير ربنا اللي خلقه ربنا سيب العيد دي شهر واحد يمكن ربنا يطعمه فيه ربنا يزيده ويبارك من الرزق اللي يربطه حتى يا اللي طلع البقر اللي طالع البقر بس كده خلصنا الجاموس نقوش اخدنا على البقر وبعد البقر نخش على الفحول نتايه نتايه البقر على مريض فاضيه ولا اه فاضيه تتباع برضه لح اه ربنا يزيده ويبارك ربنا يزيد ويبارك عمرها قد ايه؟ ايه؟ عمرها قد ايه؟ سنة ونص سنة ونص سنة دي تعال هنا احمد تعال يا بابا تعال لك السن تعال هنا يا محمد اجبك العجلة معاك في البابا استنى اما بس يا حاج مصدقك لا ولا ربع سنة ولا مطلوب فيها كم دي يا غالي؟ دي مطلوب فيها 45000 45000 ب 500 جنيه اه ربنا يزيده ويبارك نقطة العيد كلها موازين تعالى هنا رجل لحم احمر رحت اللي يبعك يا بيت ده انت هتجيب لحم لحم مظبوط لحم 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 عليه الصلاة والسلام دخل يا غالي ولحم اللي بدك فيها يطلع وحاول بقى ان شاء الله تلحق ان شاء الله خلاص بقى يا سلام طلعوا ياض مع بعض انتيتين همك مع بعض هو عارف هو عارف هو عارف الله اكبر الله الوكيل عجلتين نور بالله صلى على النبي هو على المدافع يا عربي هو على الباب الاخر العمر هنا قد ايه؟ العمر هنا سنة وشهر سنة سنة الا سنة ردي سنة يزيد شهر يقول له شهر والاربع تجزاز بس اهدى 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 الاربع حلبتها وادي الثانية كده ادي الثانية برضو الاربع حلبتها يا جماعة ربنا يزيد وبارك مطلوب فيها كم دوم ان شاء الله مطلوب منكم كام؟ بالراحة يا محمد بالراحة بالراحة مطلوب فيهم 62 62000؟ على رمضان يا بلاش يا رمضان الكريم وكل سنه وانتم طيبين كل سنه وانتم طيبين ببلاش
62,000. هنطلع وهنضرب السكون. سكامل. تعال دخل عشان العيال. سكامل متكامل عند الحاج عربي. علي يا بطلة. ها جبنا. بالراحة. في حاجة تانية؟ في أربع جلد كده. أربع عقول. جاموس. تطلع على العيد إن شاء الله؟ عجلنا عجلين عجلين ربنا يزيد ويبارك. أقول اللهم صل على النبي. أقول جاموس. أقول جاموس. بإذن الله. يعني تتربط الشهرين دمك وتتظبط في الأكل هتروق إن شاء الله. طب متى يا أستاذ عظيم هالعجل عاملة إزاي؟ صاطب. مصاطب عجل تطلع على العيد الله أكبر. اقعد يا عظيم العجل عاملة إزاي؟ العمرين قد إيه؟ عمرهم قد إيه؟ العجل دي سنة ونص. سنة ونص. دي سنة وثلاث أشهر. سنة وثلاث أشهر. عجل العيد ده. على العيد، العيد جاي وأنت هتبع على العيد. عجل العيد ده. مطلوب فهم كم إن شاء الله؟ الوكيل مين؟ الوكيل مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. 80,500. ب 80,500 الاثنين؟ هلا. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ب 80,500 يا جماعة مطلوب. 47,500. عظيم والله عجل معاك عجل 47,000 وعجل والله عجل ب 40,000 والله حياة ربنا من رزق اللي مثل البهايم ده والله العظيم معاك عجل والله العظيم ب 45 ب 46,000 في قلب السوق والله 40,000 ربنا يزيده ويبارك لف يا غالي كل سنة طيب لف يا أبا الله حسن لف يا غالي لف لف وصلى على الحبيب لف لف استنى عشان العيال في عيال واقفه في الشارع بسم الله مش اخر اخر حاجه في العرض يا جماعه اخر حاجه في العرض وربنا يبارك لصاحب النصيب وصاحب المال العنوان شلشلمون مركز بين القمح محافظه الشرقيه اخر حاجه الله اكبر اسحب يا كده يا احمد من وراك يا ابو علي احمد كده عجل فلاح بسم الله ما شاء الله اعمار هنا قد رخلي اعمار سنه مطلوب فيهم كم يا حماد ها دول ب 62,000 مطلوب فيهم 62,000 اسحب يا باشا اسحب يا باشا اسحب يا باشا رقم تليفونك 0100 65 91 91 7 8 9 0 10 0 10 2 3 8 2 3 8 0 8 6 8 6 8 6 عنوانك اي حد شلشلمون مركز منيا القمح حمص الشرقي واي حد تحت امر اي حاجه بس كل اللي يشوف المال دي صلى على النبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء